مئات السنين تتغير بيها الدنيا وتتبدل بيها الأحوال، بس هذا الطريق من الثوابت، وعلى ترابه مشت أجيال وأجيال وشافتها ملايين الناس، وهو مزدحم وعامر بالكرم الحسيني والخدمة المخلصة لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا الممر البري تمر عليه أكبر مسيرة بشرية بالعالم، وهو مضرب الأمثال بالتفاني والبذل. السلام الله عليك يا أبو عبد الله. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا تعرفون هذا تبليط وكله حار، العمال الله يساعدهم مع ارتفاع درجة الحرارة ترتفع الهمة، يعني بهذا القاطع العمل اللي موجود على طريق يا حسين الله يوفق كل العمال اللي يشتغلون. طبعا مو فقط اللي موجودين بالحادلات، اكو عمال دا يشتغلون، الناس تهيئ الوضع للتبليط وناس تهيئ كل ما موجود بهذا الطريق، فالله يساعدهم ويعطيهم ان شاء الله القوة على يعني اكمال هذا الطريق. اليوم الاعمال تستمر وتستمر الجهود. نوجه التحية لمحافظة النجف بمحافظة ولا كل العاملين على دعم الشركة والشركات اللي تعمل من أجل تقدم خدمة لأبناء المحافظة، وبالعراق قادر ننقل الإيجابية حتى إذا كانت الحرارة عالية. خليكم معنا. ذاكرة عميقة وأحداث مهمة على طريق يا حسين، وبها هواي من التفاصيل تتناقلها الناس، ويعتبر أرشيف حي بتاريخ العراق. الطريق يكون عند الخروج من النجف الأشرف باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، وحلقة وصل بغاية الأهمية، وصار لازم يتغير كل شيء بهذا الطريق لاستيعاب الأعداد المليونية وأظهاره بصورة لائقة تتناسب ويا ضخامة الحدث اللي راقب العالم كل سنة. طريق يا حسين الآن نلتقي مع المهندس الحسين التميمي، حياك الله أستاذ. سعداء جدا ببرنامج العراق قادر أنه نغطي هذا الطريق، طريق يا حسين، وأعمالكم أعمال الإكساء لطريق يا حسين، مشروع ضخم جدا. اليوم شركتكم تعمل على إكساء هذا الطريق، لكن ما نعرف الأرقام والتفاصيل، مدة الإنجاز وش وقت بلشتوا؟ أهلا وسهلا بيك، تحية لك قناة الفرات والكل من شاهد هذا التقرير. الحمد لله نحن اليوم باشرنا بتوسعة طريق يا حسين المحاذي للمواكب من عمود 70 لغاية عمود 145 اللي هو بداية المقطع الثاني اللي أنجز قبل فترة وفتح بالكامل للسيارات. أعمال التوسعة يعني تبدأ من عرض 26 متر إلى 16 متر، سيكون الطريق طريق واسع و ومؤهل بشكل كامل. سيتم تجهيز أعمال الإنارة والأرصفة والتخطيط. نعم. العمل هو ضمن أعمال تأهيل المدخل الشمالي لمحافظة النجف الأشرف، زي اللي أنجزت من عدة شركتنا المقطع الأول، وإحنا اليوم على أعتاب إنها إنجاز المقطع الثاني. طيب أستاذ حسين، يعني إحنا يمكن عندنا بالعراق، وهذه ما أعرف يمكن أنتوا كشركة ملاحظين هذا الشيء، دائما عندنا الطرق الرئيسيه بعد اكساء ورا فتره تتعب ويصير بها تكسرات، ما اعرف هسه شنو السبب. اكيد انتم هذا السبب ماخذينه بنظر الاعتبار حتى ما تواجهونا بمشروعنا هنا بطريق يا حسين. يعني جميع الاعمال اللي تنفذها شركتنا هي ضمن المواصفات الهندسيه القياسيه، جميع المواد الداخله باعمالنا مواد مفحوصه وخاضعه للفحوصات القياسيه، وأعمالنا نتعهد بها ونعطي بها ضمان، وممكن نتراجع أعمالنا السابقة. الحمد لله وشكر نعمل منذ سنوات أعمالنا يعني وضعية جيدة جدا، وما عانينا بمشاريعنا من هذه المشاكل. طيب أستاذ حسين، إيش قد النسب الآن، نسب الإنجاز، نسبة إنجاز مشروع المدخل الشمالي في مقطع شركتنا، شركة برج السماء، حاليا أكثر من 60%. 60% يعني ما تبقى ستنجز جميع الأعمال الرئيسية. نعم. أعمال متبقية هي أعمال تأثيث وأعمال تكميلية، اللي هي وإن شاء الإنارة والتأثيث والعلامات المرورية. زين. وإن شاء الله قبل واحد سيكون مقطع شركتنا، شركة برج السماء وشركة وادي الغري، منجز
بصوره كامله ومهيئه للاستخدام وسيكون مفتوح امام حركه المشاه والزائرين. طيب استاذ حسين، الجانب الاخر من الطريق يعني هم راح يكون نفس المساحات؟ الجانب الاخر حاليا باعمال بنى تحتيه باحدى شركه اخرى، متى ما انجزت اعمالها ستباشر شركتنا بتاهيل السايد الثاني بنفس مواصفات السايد الحالي. هذا الشارع مخدوم بشبكة مجاري مياه أمطار، صراحة نفذت من قبل شركة أخرى، انتظرناها لما تمت أعمالها يلا باشرنا بأعمال إكساء. إن شاء الله الشارع سيكون مخدوم بشبكة تصريف مياه أمطار ومنفذة بصورة هندسية وصحيحة، وسيكون شارع نموذجي وفق مواصفات هندسية صحيحة. طيب، كل المواد اللي داخلة بمشاريعنا هي خاضعة للفحوصات المختبرية القياسية. وين تفحصون أستاذ؟ بأكثر من مختبر. نفحص بأكثر من مختبر. ليش تفحصون بأكثر من مختبر؟ يعني أولاً لسرعة العمل ولضمان الشفافية. حلو، يعني جوز مختبر على مختبر هم طلعتكم اختلاف بالأرقام لو؟ لا، هي مو نفس الفقرة تنفحص بأكثر من مختبر. مو نفس الفقرة، بس النوع. كل فقرة مثلاً، كل منطقة نفحصها في مختبر يعني مختلف عن المختبر السابق حتى نضمن الشفافية. وبصراحة احنا نحتاج، لأن احنا شركتنا تعمل 24 ساعة، نحتاج نتائج سريعة. لذلك يعني في يعني بعض الأحيان ندخل أكثر من مختبر من أجل أن يعطونا نتائج سريعة في نفس الوقت. إعمار وتوسعة وعمل مستمر ليل نهار حتى يكون طريق يا حسين جاهز لحركة الناس والسيارات. وأكيد هاي التوسعة وأعمالها راح تضيف مرونة مرور تستوعب الأرقام المليونية من الزائرين وتسهل تنقل السيارات. أستاذ حسين، أنت شخصياً تتابع العمل بنفسك شخصياً؟ يعني دائماً أنت مع المهندسين المتواجدين؟ حقيقة أنا أدري بالمدراء يقعدوا بالمكتب. شركتنا فيها كادر هندسي وفنيين وعمال، وعندنا هيكلية، واحنا متبعين طريقه ونظام بحيث العمل يمشي بطريقه سلسه، وممكن كل شخص منهم ياخذ قرار بحسب منصبه بالشركه. زين. ومع ذلك يعني عندنا متابعه وعندنا اشراف وعندنا رقابه داخليه حتى نضمن جوده العمل، حتى نضمن تطبيق المواصفات الصحيحه. زين. نتابع عملنا أول بأول ولحظة بلحظة على أكثر من مستوى. المتابعة والإسناد والتشجيع والمراقبة عوامل تبني جسور للثقة والتعاون الدائم بين شركات القطاع الخاص والحكومة المحلية لمحافظة النجف الأشرف، وهذا ملموس وواضح من خلال مواصلة فحص المشاريع والتدقيق بجزئياتها. التسهيلات اللي قدمتها لكم المحافظة والمحافظ بشخصه؟ والله بصراحة أشوف الكل متعاون والكل داعم والكل أدى حرص على إنجاز المشاريع وفق المواصفات الصحيحة وبأسرع مدة ممكنة. هذا الطريق له خصوصية مهمة، وهو لأن طريق يا حسين، نعم، طريق الزيارة الأربعينية. نعم. فالحمد لله والشكر، يعني نلمس متابعة وتعاون خاص من كل الأطراف لأجل إنجاز المشروع بأفضل ما يمكن. يمكن هذا المشروع راح يخدم أصحاب المواكب، اليوم صارت عندهم فسحة كبيرة. هذا الطريق راح بكل زيارة نشوفه يكون متلألئ بزوار الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا تسهيل الخدمات اللي يقدموها أصحاب المواكب، على اعتبار بهذا الجانب مشاهدينا الكرام هي المواكب الخدمية الحسينية اللي تقدم الخدمة للزوار. ما شاء الله طريق واسع، واليوم الجهود تبذل من الجميع لخدمة المحافظة وأبناء المحافظة. الحمد لله والشكر، الله خلينا نقول طارح البركة بالنجف. الحمد لله والأمور ماشية. الحمد لله والشكر. لا، هو أنت بعد تتحيز المحافظتك. الله يحفظك والله يتهم النجف وأهلها، وإحنا اللي سمعناه أنه يعني الأخبار الطيبة سابقتك أستاذ حسين وشركتك. أشرف بك ومعتز بك. على اعتبار هذه الشركة هي من الشركات الأوائل بالنجف، نتحدث عن والدك وجدك، يعني مو شغل طارئ. ونشوف اليوم هذا المنجز على أرض الواقع. نتمنى اليوم بروج شركة بروج السماء وغيرها من الشركات اللي تعمل في سبيل خدمة المحافظة أنه تستمر بدعم المحافظة وبتقديم مشاريع خيرة لهذه المحافظة، والنجف تستاهل. والله النجف تستاهل، احنا نسوي اللي علينا ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن ما نقصر. أشرف بكم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، ممنونين جهودكم وحضوركم بهذا الوقت. وإن شاء الله نشوفكم
على مشاريع سكنية، على مشاريع ضخمة بالنجف. إن شاء الله ما يكون إلا ما يسركم ويسر كل المخلصين. الله يخليك، حياكم الله. إذن الإيجابية بالعراق القادم. الشركة المنفذة لهذا المقطع أنجزت مقطع قبله بنفس الطريق وبأفضل المواصفات وصار جاهز تماما، واليوم نشوفهم وبرغم درجات الحرارة العالية من الجو ومن مواد الإكساء يشتغلون بهمة عالية حتى يساهمون بتقديم الخدمة للمحافظة وللزوار. أنت من ياسة على ياسة تتواجد هنا؟ احنا على مدار يعني مشفت صباحي. اي لي وين تبقون الصباح؟ شفت صباح من 7 للرابعة، من 7 صباحا للرابعة. تتريق بالبيت لو تتريق هنا؟ لا هنا موجود. ها تتريق هنا موجود. يعني هي الشركة موفرة لكم ريوب؟ موفرة. زين والعمال كلهم موفرين؟ كلهم موفر كل. حلو يعني أموركم طيبة. لا الحمد لله. زين والغدا مالتكم يصير هنا؟ كله متوفر. يعني ابو شفت الصباح مستفاد يتريق ويتغدى. اي مضبوط. زين يعني بصورة عامة اكو عمال وياكم من خارج النجف؟ لو اغلبهم من النجف؟ الاغلبية من النجف. يعني ما عندكم من خارج النجف؟ يعني اذا نحتاج مثلا فقر نحتاج نجي من خارج النجف، بس اغلب الاغلبيه يعني اكثر من 90% من محافظه النجف. زين هذه المشاريع شغلت الايدي العامله بالنجف؟ اكيد اكيد. بالضبط. انت سابقا ما كان عندك عمل يمكن؟ اكيد. صارت فرصه لك انه تشتغل؟ فرصه للعمال والمهندسين والاليات حلو. فرصه يعني للسواق، الاليات موجوده عندنا، فرصه يعني كل كادر العمال كل شيء العمال. تحسون بالسعاده انه تشتغلون لمحافظتكم؟ اكيد اكيد. عم ترجع لها يقدروا سعادة وفخر تقول له لك هذا بلطت على ايدي هذا طريق الزوار. اكيد فخر وسعادة هم تحجون بهذا الشيء. سعادة نفتخر بيها اعتز بيها. اكيد ان شاء الله نجف بشبابها تنهض وبشبابها تتعمر، ف نشوف اليوم اغلب المهندسين هم شباب وهاي هي فرصة لهم. بعد كم يوم انت راح تسولف لاطفالك لاهلك انه طريق يا حسين انت كنت عنصر من العناصر اللي موجودة باكسائه. تصميم الشارع وتخطيط الطريقة جديدة وإزالة التجاوزات عامل أساسي اشتغلوا عليه المهندسين بكل مهنية حتى يصير العمل متكامل ويقدمون منجز خدمي مثالي. هنا العمل يسري بوتيرة متصاعدة. زين بالسابق على جدول تقدم العمل. نعم. زين والأعمال تجري هنا بصورة بنظام 24 ساعة عمل. ثلاث شفتات عمل عندنا 24 ساعة. كم متر باليوم اكساء؟ يعني تقريبا حوالي تقريبا 3 كيلوات عندنا اكساء باليوم. كيلوات. نعم. على طول هذا الطريق انتم مستثمرين الاليات مو مكان واحد موزعين؟ نعم. لا العمل موزع على كل المشروع. على كل المشروع. نعم. كل فقرات العمل مفتوحه عندنا، كل فقرات العمل مفتوحه عندنا. توزيع الاليات شنو الفائده؟ توزيع الاليات حتى نقدر يعني السابق مع الوقت نقدر يعني نكمل المشروع باقرب وقت ممكن. توزيع العمل على شكل فرق وكل فرقة ومجموعة مستلمين جزء من الطريق وبآلية عمل وحدة ساهم بديمومة الإنجاز الصحيح واستمرارية وضمان السرعة مع ضبط كل التفاصيل اللي يحتاجها العمل وتوفير كل المستلزمات للمهندسين والفنيين والعاملين. أعداد العاملين هنا ساشو بارش قد؟ أعداد عاملين عندنا احنا على طول الشارع أكثر من فرقة، كل فرقة مستقلة عن الفرقة الأخرى بآلياتها وبهم مهندسينها وعمالها. حلو، كل فرقة ايش قد يبلغ عدد العمال العاملين؟ يعني بالفرقة الواحدة تقريبا من 10 إلى 20 نفر. وأعداد الآليات اللي موجودة على طول المقطوع اللي أنتم تشتغلون عليه؟ أعداد الآليات حسب الأعمال. بس يعني أعداد الآليات عندنا جيدة وأعداد حتى احتياط عندنا موفرين احتياط للأعداد. حافظ العطل يعني بس احنا هاي المقطوع اللي موجود بها ايش قد عدد الاليات اللي موجوده؟ يعني ذاك بال 20 اليه بهذا المقطع الخاص. بهذا المقطع الشباب يشتغلون بهذا الحر وعندهم غيره على هذا الطريق يصير بافضل شكل لان عملهم هو جزء من تقديم الخدمه للزوار وتعبهم وجهودهم يعتبروها مساهمة مهمة لإنجاز طريق يا حسين حتى يكون شارع يليق بهاي الزيارة العظيمة.
الخدمه اللي يتم اليوم تقدموها مو مجرد انتم جاي تشتغلون طريق، لا طريق عادي، هو طريق يا حسين بعد كم يوم مئات بل الاف ملايين الزوار. شنو الاحساس اللي بينك وبين نفسك وانت تعمل بهذا الطريق؟ خدمه لابو عبد الله، طريق ما تستنكفون من هذا الشغل؟ اذا يامر عليك المهندس كذا، احنا ما مشتغل واحد لابو عبد الله، خدمه. عاشت ايدك والله. بعد كم يوم السولف لهلك انه انا شاركت الطريق يا حسين. احنا عدنا مواكب هنا. عاشت ايديكم. اهل المواكب راح يفرحون. شايف شلون كذا تفرح طريق بعد صار عندهم تبليط قبالهم الخدمات. خدمات. كان يعاني هذا الطريق، شنو كان يعني؟ يعني طشات ويعني حتى بالموكب يعاني والزاير مو بسهوله يمشي. قواك الله. الطريق صار مرتب. ريوقك اليوم شلون زين؟ لا مرتب. بعد ما بقى لك شيء للغداء، الامور طيبه. اكثر واحد يعاني ابو الشفت الصباحي. اي والله. مو؟ شلون بالله يعاني؟ سولف لي. وعلي له صوتك خليني اسمعك، ما جاي اسمع. كأنك ما متريق. لا استاذ متريق احمد. قواك الله. شنو معاناتكم هنا؟ والله الجو يعني تقريبا احسن. هسه شويه زين على جايتنا كسرت. بس هي بالايام العاديه شويه جو حار. ان شاء الله استاذ بس طريق ابو عبد الله. شو تحس بينك وبين روحك؟ لا استاذ يعني انت يعني بينكم وبين روحكم تزامطون وتسولفون طريق ابو عبد الله بعد. ابو عبد الله بعد ما ادري. فما ماكو واحد. اي لا واحد يقدر يقصر بعمله لا كذا. لا بالعكس هي. انت متزوج؟ ان شاء الله. قواك الله. من تروح لاهلك شو تسولف لهم؟ مشارك بطريق الحسين ونقعد باش عقبه يعني هنسولف وياه نشوف مشارك بهذا الطريق مثلا الحسين. بعد كم يوم حتى الزائر اللي يجي من المحافظات ويزور امير المؤمنين يقول هذا الطريق عما ترى كنت. تقول ما انا مبلطة على شتافه هذا. مبلطة على شتافه استاذي ويعني موفقين ان شاء الله. شو اسمك انت بالخير؟ علي. علا وابو حسين. الله يوفقك. شكرا. بفخر واعتزاز الكل يشتغل هنا والكل عندهم شعور بتقديم الخدمة لزوار سيد الشهداء عليه السلام من خلال هذا الطريق اللي راح يكون بتعبهم وإبداعهم وإخلاصهم مسلك يسهل تحرك الكل بأيام الزيارة وباقي أيام السنة. فول أكشن. مخرج بعضان. طبعا انت عملك كمخرج لان انت اليوم عندك هواي عمال كلهم لازم توجههم على اعتبار المشرف على العاملين. نعم. الموجودين بالمشروع. نعم. يا اكثر واحد شارع قلبك بالعمل. اكثر واحد شارع قلبي هو ابو علاء. ابو علاء شنو شغله ابو علاء؟ ابو علاء هو الشيخ. هو المسؤول على العمال كلها. تحياتنا لابو علاء. يعني نوزع العمال. نخليهم كل من مكانه ورا شوي نجيهم جامعهم حاطهم بعمود واحد. يابا ايش تسوي؟ قال والله جاي اصب لهم شاي. خط ابو علاء بعد مضياف. فقاضيها بس شاي وقهوه. تحياتنا لابو علاء. شلون الشغل ابو عباس؟ والله الشغل احنا اول شيء يزيدنا فخر. نشتغل بطريق يا حسين. الله. لان هذا العمل بطريق يا حسين يعتبر يعني مثل ما موكب عندك واقف للزوار. انت عندك موكب ابو عباس؟ الحمد لله. تحس نفس شغل الموكب خدمة الموكب خدمة هذا الطريق؟ والله احس نفس المشروع ونفس اليوم لان هذا طريق الامام الحسين. طريقه بالاحرار. انت ابو موكب اهل المواكب من جيتوا فرشتوا لهم هذا الطريق. ايش حسوا وايش قالوا يعني وسولفوا؟ حسوا الحياه الطريق راح ينفتح قدامهم وهم مرتاحين بهذا الشيء. كانت التجاوز وجاي يساعدون ويانا وماكو واحد احترض. شنو اكثر شيء عاقكم بالطريق؟ مش ما عاقنا شيء. ماكو يعني هو الامام الحسين سهلها لنا ونعمه من بعد الامام الحسين. احنا بعد هو اللي مريض ويتعنى. هو ما كان لله ينمو ويتعنى لي هو بالطريق يطيب قبل لا يوصل للإمام. إذا ينوى للإمام الحسين فهذا طريق الإمام الحسين هو سهل لنا. قواكم الله. 24 ساعة أبو عباس. 24 ساعة شلون جاي توزعها؟ 24 ساعة شفتات عندنا. زين. شفتات يعني الآليات العمال المهندسين شفتات الكوادر اللي عندنا مقسمين على 3 شفتات. زين. عندنا من 7 الصبح للأربعة. زين. العصر وعندنا من 4 العصر ل 12 بالليل. زين. من 12 بالليل للساعة 7 صباح. زين موفر لهم أكل زين؟ أكل مي سيارات يفترن عليهم على احتياجاتهم. خوش. المرور مساعدين ويانا. حلو. على التليفون وياهم عد قطع. ايش قد تعطوهم راحه الشفتات بين شفت وشفت؟ يعني لهم ساعه غدا ساعه العشاء ساعه مستمر. حلو ابو عباس اتمناك موفقيه اخوي. عندك هذا صاحبك كل ما قلت كون جايبكم وياه شو اسمه؟ ابو فريج. ابو فريج وياكم يشتغل؟ لا لا باللقاء الثاني نجيبه لكم.
شنو هو شاعر؟ هذا لا شوية نقول بس يسولف بس انت قالوا عليك شاعر. لا مو شاعر. لا قالوا شاعر. انا غششون الولد قالوا. لا مو شاعر. قالوا بعباس من يجي يعطينا شعر. لا لا انا حتى الذاكرة مالته قبل فترة قلت له ما علم ما حد راح. اكيد احنا رسالتنا دائما هي رسالة ايجابية ببرنامج العقادر. اخوتي خلف الكواليس يحيى ولا لا لا مو سهل سهيل او سهل مصور وايضا مصورنا المبدع والمخرج احمد الجبوري مخرج برنامج العراقادر وكل الاخوة نفتخر انه رغم درجات الحرارة ورغم انت عم العامر ابو الدرون شو اسمه محمد العامري مصورنا المبدع تحياتي لك نفتخر ان احنا اليوم نتواجد هنا وما انسى اخونا بالمونتاج العزيز فراس نتمنى له الموفقيه فاكيد احنا نفتخر ان نتواجد بهذا الطريق طريق يا حسين وان شاء الله بعد سنوات نقول انه احنا اول ناس اجينا مع الشركه المنفذه لاكساء هذا الطريق وراح نسولف للزوار انه احنا كنا نغطي هذا الطريق قبل ان شاء الله العراق قادر وكله ايجابيه